صباح الخير عليكم اخوتي العزاز، صباح النور، صباح الورد وصباح الياسمين، صباح الزبده وصباح الكوفيتير، صباح وتربحوا يا احلى متابعين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما اللي نعتز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي، المهمات ديالي العزازات خوتي وخواتاتي اللي مكبرين بيا، عطيوني اللايكات ديالكم، داروا لي التعاليق، او تصنتوا لي مزيان اخوتي للترشيم، تقارب بلاد ديال بصح. قارب بلاد اخوتي ديال بصح وتخلطات كما قلت لكم، شي كيفضح في شي وشي كيجذب على شي وشي كيضرب في شي، والمشكل وصلوا الدعاوي كيدعيو بعضياتهم كعائلة المتابعين. تصوروا المتابعين جرات عليهم وقمعاتهم البارح في السريعه، مازال سعاد راه اعتذرت، سعاد اعتذرت، سعاد بعدا. سمعوا اخوتي الترشيم، بنادم قليل الاصل، بنادم ما فيش الخير. بعد غنسمعكم شي حوايج خطيرين بعدا، الفرشه غتسمعوا اليوم، الفرشه ديروا حزام السلامه وكثروا اللايكات، راه مكثروا اللايكات غتسمعوا اخطر مجرمه غتسمعوها. سيطروا لها على حياتها، حتى غادي نصدقوا حنا في هذا الشيء؟ انا ما بقيت فاهمه حتى حاجه، في التالي انت خايبه، انت كذابه، انت غامضه، انت فاعله، انت تاركه. اسيدي انا خايبه، انتوما هما احسن خلق الله، انتوما هما الملائكه، انتوما هما اللي رضيتوا ضميركم وخرجتوني انا كذابه، وخرجتوني انا ما نسواش، وخرجتوني انا سيدي هنا راه كتهضر على الروباله باش تفهموا. هنا البق كينتقد الماعز، فهمتوا؟ البقه نقصت على المعزه دابا، سمعوا مزيان. غادي يبقى الله ياك انا شماع، انا داك الحمار مول البردعه، حاشا انا صافي رضيت بقضاري، صافي تاكدت بان سكتي حاشا، ما قلناش لك حنا الحماره، لا 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 لا، شكون قال لك حماره؟ حاشا حاشا، انت كثر بالعكس الحماره اشرف منك انت، قالت لك ماشي غير ولاد حيبر اللي كي يطلع على ظهري. صافي انا لبنى تاكدت بان هاد لبنى تدارت في هاد اليوتيوب باش اللي جاي يركب، اللي جاي يركب سكتي. راه كلمة عيب هادي اللي جاي يركب، لا الشيطان عارف اش كتقولي، راه كلمة عيب هادي اللي جاي يركب. انت الالفاظ عندك سوقية، ما كتعرفيش تعايري داك المعيار اللي سبحان الله. انا راضية بقضائي، عندك يا لبنى تخرجي ترضي، عندك يا لبنى تخرجي تقولي لي في قلبك، عندك يا لبنى لان علاش وقفي هاد الشيء باش ما يضحكوش فينا الناس. الا وعلاش الاخرين ما داروش الحساب ان الناس غادي يضحكوا علينا وما يديروش داك الخرجات هكا؟ لا هما حرين يقولوا اللي بغاو. لا لبنى اياكي التليفونات من قبيله، اياكي لبنى تهضري. التليفونات سمعوا الاعترافات، قال لك التليفونات خدام الكواليس. ويا ربي الحمد لك وشكرك سيدي ربي، يا ربي كنحمد لك وشكرك اللي حييتيني يا ربي، طولت لي بالعمر شفتهم بعويناتي كيف تحب عباد العوينات اخوتي. كنت كنقول لكم من دار لكم ودينا وتسمعوا، ومن دار لكم عوينات وتشوفوا، هانتوما حياكم الله توليتو كتشوفوا داكشي صوت وصوره، ومن المصادر من المنبع حنا كنا كنجيبو الخبيرات اخوتي والكواليس، وداكشي دابا كتسمعوه من الشخص المعني. سمعوا مازال غنسمعكم اخطر من هادشي الدعاوي والسبان. ياكي ما تضحكيش فينا الناس، ياكي ديري يا حتى تجي لبنى تهضر عاد غيضحكوا الناس. ها هما خرجوا الناس دابا كيتشفاو، هما خرجوا الناس كيضحكوا. واش انا خرجت اليوم قلت شي حاجه؟ ما قلت حتى حاجه، ساكته، ولكن خرجوا الناس. ولكن على من غيتحسب ديك الخرجه؟ تحسب على لبنى. لبنى راه خرجوا الناس يتشفاو، خصك تسكتي. الناس خرجوا قبل ما تخرج لبنى. راحي دواء، فين مشي؟ في انت كدابه، فين الشكايه ديالك وانت كتبتيها بيدك؟ اوكي انا كدابه وما درت شكايه ونصابه وكل شيء، الاخرين ملائكه ورضاو ضميرهم وترتاحوا حيت كانوا كيعيشوا واحد العذاب النفسي، دابا رضاو ضميرهم. انا كدابه، انا نصابه، انا كل شيء. وبغيتو انا كنجيكم من الاخر، بغيتو خرجوا من القناه، بغيت نلقى فيها الصفر متابع، لان المعقول هذا هو ما يا القاطيع، يا القاطيع، كنت نقولها لكم، يا القاطيع، القاطيع هي جرات عليكم، شبعت منكم، قنعت منكم، قالت لكم بغيت ما قالتش لكم باستثناء، قالت لكم بغيت تبقى صفر ابوني، يعني كلكم اللي ابوني عندي ديجاج، الي برا برا، هذه اخر مره، الي برا برا، سيقتكم السريعه، دفعتكم، خرجوا. قاطع كيقول لا ما تعصبيش، قالت لكم خرجوا عليا. سعاد ديك المره قالت لنا اللي بغى يخرج يخرج، ماشي قالت لي خرجوا القناه بغيت نلقى فيها صفر ابوني، واعتذرت سعاد
وردينا احنا الاعتبار للمتابع، قلنا ما يتهانش المتابع. وخرجات سعاد واعتذرات، سمعوا اش كدير لهم السريعه الشرشام شاشمتكم الدعاوي. واحد التحيه واحد المتابعه اللي قالت لي سريعه ملي تكلمات بالريفيه راه سبات القنوات اللي معاها وعائلتهم، وقالت لهم كيتلصقوا على ظهري، وقالت لهم شي حوايج اخرين دعات فيهم ولا شي حاجه بحال هكا. واحد التعليق راه خليته في الفيديو ديال البارح. سيرو انا لا كذبت ولا درت شي حاجه، انا شي تفاصيل خبعتهم لان باش ما نتضرش فقط. وإلا كان هذا غادي يسبب لي أن تولي القناة فيها زيرو، أنا كنقولها لكم دابا، بغيتها تصبح في زيرو متابع. الله أكبر. وكتقول لكم خرجوا وديروا نفس، وديروا قليبة البوطو عند النفس، الرابوزو فيه النفس وانتم ما عندكمش النفس. قلت لكم خرجوا بغيت تلقى زيرو أبوني، وكنبقاو لاصقين فيها، ضد فينا حنا غضض، كاين واحد المتابع ديالهم عضض، عضض لاصق فيها، أنا مزوقن فيك البقة نبقاو معاك، حنا مزوقن فيك البقة نبقاو معاك، داك البقة غيتشفى فينا البقة. ولاد بحال كتبوا في التعاليق اولاد سحايبر كيتشفاو مازال غتشفاو. الا كان الا كيقول لك اللي معلقه بلا ربي غير طيح، غير طيح من عندي انا زيديهم. الا كنت انا وليت نصابه وكاع داك الجرا اللي كنت كنجران المحاكم شنو معناته؟ شنو معناته ديك المشي اللي كنت كنمشي وابتسام شاهده كانت كتدخل معايا للمحكمه؟ راه كانت كتمشي للمحاكم، ثم شتاش كانت كتمشي للمحاكم ديك داعيها سعاد، وكانت كتمشي زياره عند بوكريشان السجن عاوتاني، راه كانت كتمشي للسارقه، ثم شتاش كانت كتمشي واحد المره مشات تصورت لكم وحده المحكمه ورجعت عاوتاني، راه كتمشي مسكينه كتمشي مخلصه الطونسبور وكترجع. كانت كتمشي وعارفه التفاصيل تهضر هي تقول لكم واش انا كذبت في شكايات ولا ما كذبتش، واش درت تفريغات ولا ما درتش. الانسان قنبوله فينا هي ماشي غيب كيهضر من فراغ، خصو يفكر بالمنطق. بالمنطق شنو درت انا في ملك الله باش يتقلع بعليا البشر؟ انا والله ما كيهمني، انا نبغي القناه دابا تولي زيرو متابع، دابا زيرو متابع. حشومه والله الا حشومه، قسما بالله اهانه كبيره للمتابعين، قسما بالله اهانه كبيره للمتابعين. عرفت باش تقول لي بغيت القناه تبقى زيرو ابوني؟ يعني كلشي اللي عندكم كاملين، ما قالتش لكم الناس اللي كيبغوني يبقاو معايا ولا، قالت لكم كلشي المتابعين خرجوا عليا. عرفتي شنو شي واحد يطلع ويقول لك حنا المتابعين ديالنا كنكبروا بهم، وكنقول انا المتابع راني مقصر في حقهم، ما نقدرش ناكل قدام المتابعين ديالي، ما نقدرش نصور فيديو انا متكي، ما نقدرش نكون لابس شورت مثلا وكنصور مع المتابعين ديالي. ولكن باش توصل وقاحه لواحد يجري عليك راه باز ليكم، وغير رجعوا والله غير رجعوا عندها ما عندهمش النفس. علقه بلا ربي الهلاك، الهلا يوقفها مني انا المعقول ديالي ردني كذابه، انا كذابه، انا نصابه، انتوما ملائكه، انتوما احسن خلق الله. آه. شنو درت في ملك الله هاد لبنه؟ الفلوس، الفلوس ديال الناس رجعي، فلوس الناس، فلوس ديال الناس رجعيهم. والاجرام كله اللي درتي ما دايره والو زيدي، ولكن هنا بينتي خليهم باش يعرفوا وجهك الحقيقي، بينتي وجهك الحقيقي، داك القناع طار عليك، داك القناع طار والخمار ما بقى لا خمار لا والو، بينت وجهها الحقيقي هنا باش تعرفوا المعاناه اللي عانت مع سعاد مع هاد السيده، باش تعرفوا هاد السيده شحال خطيره وبانت على حقيقتها. يعني هاد القلبة تقلبوا عليا المتابع حقا كدابة، حقا ما فيها الغموض، انا فيها الغموض لانني حميت راسي ومن حقي نحمي راسي. كنا كنلوموا الناموسة كيتحكموا فيك القنوات وداخلين لك في حياتك وكيعرفوا اسرارك، تولينا في داك الشيء حنا ولينا كنعيشوه. وبلاتي بغيت نصحح لك واحد المعلومة يا البقا يا الخانزة، كيفاش ناموسة؟ قولي لا لا سعاد جوهره مغربيه زين تسميه الشريفه الادريسيه وش اللي بها فمك اللي خدامه بدراعه في هاد العواش، قال لك سعاد غابره خدام مسكينه سعاد كتحني وما سوقاش ليهم والتنازل ما حاش كاع يكمل بهادشي اللي كديرو. صافي الجاي سمعوا معايا السبان، السبان يحطوا لي انا، يحطوا لي دابا فاش كذبت ومن بعد يديزابوناو. انا غنبلاتي نقول فاش كذبتي، كذبتي في مذكره سمحت لك على سعاد، كذبتي في المذكرة اللي تبعت لك على الخزان، كذبتي عليهم ملي كان الاعتقال ديال الخزان، راه الشكاية ديال يسرى، كذبتي بزاف ديال الحوايج. النص اللي نصبتي على الناس ديال الشكايات، فين هما الشكايات اللي قلتي لهم انا غندير الناس الدار اللي قلتي لهم جمعوني نشري الدار وانت شاري الدار؟ راسي من جديد، ما نبني راسي لا على مشاكل، غندير انا متابع ليلي انا ماشي لمشاكلي. المتابع بغيتو ليلي انا.
ليا انا صافي دابا انا ولاد شحيبر كنعطيهم الشابو على حاجه. ويلي 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 السريعه عطاتنا الشابو، السريعه عطاتنا الشابو، السريعه عطاتنا الشابو. قال لك السريعه والله لا عطيتك الشابو انا وحده قلت لها ابتسام قبيله قلت لها كنعطيهم الشابو على حاجه وحده، عطوني فيديو واحد خرجوا ضربوا في الناموسة ما خلت ما دارت وكتخرج ضدهم كتخرج ضدهم وما كيحافيوها. بلاتي بلاتي قال لها سكتي سكتي، وها المتابعين ديالنا شاهدين والمتابعين ديالكم تما راه كيتفرجوا فينا، وها من القنوات كانوا كان واحد القناه كانت تواصلت معايا ملي كنت ضربت سعاد، ماشي ضربت فيها انت قد سعاد، وكان المتابعين مشاهدين لدرجة وليت كنقول لها الناموسة نهار اللي غلطات سعاد وهانت المتابعين ديالنا، ملي سعاد قالت المتابعين خرجوا خرجت انا ومجموعة من القنوات ولا عاقل على اكثر مولات الماسك، هي كانت عطات العصير مولات الماسك مزيان والعيساوية وكذلك فدوى احلام خديجة كلنا هضرنا حنان شوية حنان راكم عارفين علاقتها بسعاد داكشي ما دارتش بزاف بقات شوية محايدة، اما حنا كلنا ضربنا في سعاد ديك الايامات قلنا لها الا المتابع وترد الاعتبار للمتابع والقنوات، وتا حنان قالت لها خاصك تعتذري قالت لك ما كنهضروش بالعكس كنهضروا شحال من مره كنتقدوا سعاد اللي كيحلو كيحلو في الخاص أكيد. ما تعرفهم علاش مطويين ما يعرفوا ما تعرفهم صالحين ما تعرفهم ما مصالحينش ولو خرجت بالسروال تفضحت المؤخره ديالها بقات في بلاتي بلاتي تكرري على المؤخره ديال سعاد عندك بحاله ما ديك مؤخرة ديال سعاد الناس كيديروا فلوس باش يرجعوا بحال المؤخرة ديال سعاد، قالت لك المؤخرة ديال سعاد قال لها طيب بحال الحوتة ولي قتلك السم والغيرة اه يا ولي كتهضر على الغوز وكتهضر على الغابة ولي كتهضر خلينا ساكت العواش هذه خلينا ساكت عالم ولا شي واحد خرج ينتقدها لبنى الا كحت كيخرجوا حنا منتقدين حنا محايدين كيخرج كلشي يضرب يعطيها للراس كنقول هذا قدر الله معليش منتقدين كنسكت وكنشربها بزغيمة د الماء وداك تي كتسكتي وكتشربي بزغيمة د الماء هاد الاجرام كله اللي درتي باقا ما باغيش تحشمي باقا كتجبي ولكن مزيان بينتي على المعدن ديالك شوف هاد راه ما فيهاش الخير هادي ها القنوات اللي كتبقى كتدافعوا عليها هادي راه ما فيهاش الخير هادي هادي راه نكارت الخير هادي راه ما كتقلع هادي كتعرف وعائلتها وسمحت فيهم ووالديها وتبراو منا عباد الله اكثر من والديها قاطع قال لكم نتوما راه اللي ما كي اللي ما دايرش الخير اللي في قريب ليه راه ما يديروش في البعيد ما كنخدمش كنقول خليه تبرد القضيه خليه يخدموا خدمتهم ولكن قال لك انا خرجت شي نهار قلت لهم راه ما كنقولش اسمحوا لي القنوات ما كنقولش لكم ما كنقولش لكم كل شيء هذاك هذه فيها شي عيب عادي هضره لا شدوا في قلبهم على في قلبهم علاش نقول انا هاد الهضره سكتي واحد القضيه باش نكونوا حقانيين الرباله في هذه عندها الحق ملي قالت لك فينا هما الشكايات المتابعين غنضلو المتابعين ما نهضرش على الرباله لان الرباله كتجينا بعض المرات منافقه واصلا هي منافقه في كل شيء غنضل على المتابعين المتابعين ديالهم مثلا كيتيقوا فيها من حقهم يطالبوا فينا هما الشكايات الا من الا انا ضربت الطم كي شاد الفلوس شاد الفلوس ضربت الطم وتقول لي ما تسولونيش على الشكايات اش كتخرجوا كتضربوا فيا وكندوزها لكم دوزوها لي حتى انا دوزوها لي دوزوها لي جوج مرات خرجت يلاه سيدي ما عجبتكمش خرجه ديالي دوزوها لي انا حمقى ندوزو لبعضياتنا اجي عندي الخاص قولي لي لبنى وهادي وهادي انا حمقى عادي هي قالت لك انا حمقى عقلوا عليك لان راه كتقول لك انا حمقى البارح كنهضروا هضرنا عادي ما عنديش اخبار واش نعطيك الكذوب ما عنديش اخبار قال لك الغموض ما عطيتينيش الاخبار الغموض ما عنديش ما نعطيكش واش بغيتيني نكذب عليك ما عنديش الاخبار زيديها ما عنديش منين نجيب لك الحقيقه على من تعتقل ما عارفاش انا على من تعتقل على الخزان على الخزان على الثقه ديال الخزان مشاو كيسولوا الخزان علاش تعتقل قالوا اختي الاخرين قالت لي السريعه لا لا قالت السريعه نيشان قالت لي على الشكايه ديال اليسرى لان اليسرى سيدي دارت بوست بعاني بغاو يركبوا على الموجه ولكن ربي فضحهم تم تم خرجوا القنوات المصداقيه خرجوا ولاد الشحيبات اللي خارجين لكم من الجن وفرشوكم اذا لبنى غامضه لبنى كتخبي علينا لبنى كدير اذا لبنى خايبه نقلبوا عليها المتابع اقلب لهلي قلب انا المتابع اللي يجيني بهالطريقه لهلي يقلب عليه ما بغيتوش انا بغيت كلشي يخرج
ارقد المتابع. وحق الله العظيم انا المتابعين اوه يا القاطع وهي القاطيع وهي القاطيع راني تشفيت فيكم وعبرت عليكم عطيهم وزيديهم. بغيت القناة تولي فيها زيرو زيرو بني راسي من جديد. انا سميتي لبنى. انا النهار اللي جيت ما كنتش كنعرف اليوتيوب. هكاك هكاك شوفي نفخي الزيرو وعرشي وقولي ميه لبنى حاملة المشعل كما درتي نهار الاول من تزوجتي بكريتها وجاية كتقول لهم حاملة المشعل هي باش طيبتي الدجاج بجناوحو وطيبتي واحد الحرشة وقال لك بكريتها شوفي شوفي ما خدامة على المعاطية باش نبقى انا في هاد المشاكل هادي. يتبدلوا غير الاشخاص ولكن نفس المشاكل. انا غندير الحد لهذا الشيء اللي وقف معايا انا بلا ربي العلا يخليه اللي امن بيا. واو 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 داس من سيرات من المتابعين داس للقنوات زيدي انا على حسب مصلحته الهلا يخليه. اه اضرب فيا شهر عام نصبر عليك ومن بعد غتقلب غتعيا لا انت ولا المتابع. ولكن باش انا جمعت المنصه والمتابعات واللي كيطلعوا فيها واللي كيدزوا كلشي خلطت كلشي مولينيكس هادي خدامه دي كذاب وطردني تلومني على احتفظت بشويه الاسرار لمصلحتي انا احتفظت بهم تلومني وتقلب عليا المتابع حتى هادي لا هادي راها ستاج الوحش تقعد اجي عندي الخاص الو بنا شنو سبب التنازلات خصنا نعرفو غنقول لك فلانه ها سبب ولكن ما تخرجيش ما بغاوش صحاب الشان ما بغاوش انا راه كنت غير متفرجه قال لك لا لبنى هي اللي قنعات بكريشه باش يقنع يسرى باش تفت التنازل والله ما كنت مدخله وقال لي لبنى انا محتاج يسرى قولها اه لطيفه سكتي ملك ها اهدا طيب القرصه ونعطيك نصها وعلاش الروبالك تي كتقولي بكريشه ما باغيش التنازل ولا باغي يتابع سعاد هاي قالت لك دابا بكريشه ولا قال لها بنتي تجي بغيت نهضر معاها على التنازلات عندي مشيت عندها قلت لها له يسرى محتاجك باك سيري عنده انا في الزياره كنبغي نهضر كيقول لي لبنى ما عنديش الوقت خليني نهضر مع بنتي حيت مزير غير كنتفرج هو كيهضر عنده اسبابه عطى اسبابه لبنته ما تدخلش انا اي ما تدخلتيش عطى اسبابه لبنته والله عليك اقول يا راه سعاد شي كيد ديالها شحال داير من هنا قال لك لا لبنى هي علاش ما قدرتش نقنعها قبل انا طلبت منها قلت لها لبنى يسرى ديري التنازل باش نرتاح وترتاح اختك من هاد المشاكل ما بغاتش خليتها هي حره هي حره ما نقدرش نفرض عليها شي حاجه والناس اللي كانوا كيقولوا كندير لهم غسل الدماغ هنا فين يعرفوا واش لبنى شوفي كنتي كديري غسل الدماغ وباقي ولكن العاقه خرجت لك من الجن العاقه خرجت لك من الجن ولكن بكريشه باغي الصلح والعاقة هي كانت باغا هاد الصلح العاقة غير بالعاني بغات تدي ديك الكرامة ديالها وعزة النفس قدام متابعة هادشي اللي كاين باش هاد لبنى كلشي تولي هي فطر طبا اللي جاي يمسح يديه فيها اللي جا ما بغيتش انا هاد المحبة هادي ما بغيتهاش بارك عليهم بارك عليهم راك صب بنتيهم بارك عليهم وحشوم على الحالة عامين وما يدافعوا عليها عامين وما يدافعوا عليها الله يلعبرت عليكم الصراحة طيب زيني وخا نتشفاو شوية نفطرو بهاد العصيرة الصباح يس صبنتهم ولا ما صبنتهمش اخوتي عييت المشاكل كيتبدلوا الاشخاص من هادي لهادي من هادي لهادي صافي انا شي نهار غيوقع فيا شي منكر من هذا لهذا كيطلقني هذا كيشدني هذا كيطلقني هذا كيشدني هذا الرجاء في الله هاد لومنا مالها كيطلق هذا كيشد ورا قال ابو كريشة قال لك جبتك من الحرام الى الحلال كيطلق هذا كيشد ما بقى عندها شي مصطلحات بغيت واش ماشي بشر بشر يلا ها انا كنت ما عليا ما بيا مسافره حتى حليت كنلقى مشكل من لا شيء البارحة كنا صحا سلام البارحة هضرنا قلت لك ما عنديش معلومات والله ما عندي المعلومات والله ما عندي شي معلومه ايوا الغموض في راه درت شي كيس كنقيل كنجري في المحاكم شنو بغيتيني هذاك الاخر كيتهمني بالوساطه لو كان كنت انا عندي الوساطه لو كان راه فريت انا واو واش دارت للرباله صبنت الرباله صبنتها دابا غندوزو للجواب ديال نشوفو دابا سمعتو الترشيم ديال البقا دابا غنشوفو الترشيم ديال المعزه واحد شويه
تقاتلت شو هاد اورغان تاع 11 مليون حتى هي تقاتلات تقاتلات وانا هاجمتهم قلت منين خرج المحامي تيقول بدوني نتيجه كيصونيو عليهم انا هاجمتهم فين كيصونيو عليهم فين هادي انا وصلت لهادشي هذا وصلت ليه دابا تقاتلت ودرت الصينية وجمعنا ودرنا بدون نتيجة كوسانا ما كيمشي يو صحتك شمس العشية يو رجعي المحسنين فلوسهم هذيك راه التقليد ديتو والله إلا التقليد ديال دوك المحسنين يرجعوا عليهم في المفتينين وكنا عبرتوا عليهم بيني وبينكم يشوفوا عارفين راسهم باغي يتابعوش الناس وما باغيين يديروا غير الفيديوهات يو قلناها ليكم كل واحد حر أنا محايدة الآن أنا خلاص عافاك انا هزه الرايه البيضاء لا واقات لك قلنا لها موزو انا فين قلت لك شي موزونه ولا موزونه وانا خارج انا اللي خرج على انا ملي غنخرج غنتسوق شي واحد غيتشفى فيا زعما رانا خدامه انا في الجزيره زعما غناخذ استقاله اكثر وحده عارفيني هما ولاد شحيبر عارفين شكون هي الروبالة بوعز الجدارمي فاطم الزهراء طرفتو راكم عاد جيتو عاد جيتو هما كان انا شي اول مرة كندير راه عارفين بالقضية ديال مربوعات ديت باكا جوزك وقلبت ستة سعود الملف كامل خويتو عارفين قلت بعد ما كتصبح يا صباح لا هو غيتشفاو فين ورا كنشوفو مال غندرقو على الشمس بالغربال كاين شي شكايه هبطتو شي واحد هبطنا شي واحد وعلى علاش انا بعدا كنعترف بالفشل علاش ما نعترفش صافي هزوا الرايه البيضاء قالوا فشلنا الحمد لله ولا اعترفوا شي كيقول لك فشلنا شي كيقول لك طلب التنازل شي كيطلب الصلح ايوا هالنتيجه ديك المره كنتي كتقولي الرباله انا كنعترف بالنتائج وبالخاتمه ايوا الخاتمه ديال الموضوع راك شتيها انا بالفشل غيعايروا خدموا هما يلا خدموا ها واحد منهم ديروا الفيديوهات ديروا لايفات خدموا خدموا ما راضياش مسكينه انا في الحياه ديالي الا فشلت كنوض عادي ما عنديش المشكل غير انا واحد العمل راني خدمته مزيان خدمته عطيت فيه المجهود ماشي انا شكون ماشي انا سبب الفشل شكون سبب الفشل كاين جهات اخرى حاول تحاول 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 باش تكون الحبس ضرب كبير انا هاد الملف هذا ما كنتش قادره نعطي فيه غنولي محايده صافي تقادر صافي تقادر ولا غير نقول لك لبنى راكي ماشي انت اللي قلتي لي الحولي مات ديال اللي عطاتو صدقه رانا ما قسم بالله العلي العظيم نسيت ما هضرتش مع هادي الحولي اخوتي الحولي اللي شرات يسرى الشرك بيئتي وداتو العجوزه وقالت لك مريض صدقته الله يرحم اخوتي شوفوا راه ماشي غتقرب لها ثلاث سيمانه الله يحضر السلامه وصافي اعتقال الخزان السعاد التنازلات وهادشي قرباله ما بين الروباله ما بين البقه والمعزه الحولي مات الله يستر مرت عبد الوهاب ضربت لها القناه الله يستر صافي هاد السيمانه يا ربي تحضر السلامه جاتني من مصادر اخرى اش قالوا لك مصادر اخرى اش قالوا لك كما الاوديو اللي جاوني اوديوات من مصادر اخرى انا صدتهم لك اها سمعوا ماشي الحصري نتوما اللي كتعطيو لنا اش قلت لكم البارح قلت لكم راه غير اسلوب التهديد مازال اخوتي مازال مازال غتسمعوا اش غادي يخرج لا لا كاين مصادر اخرى لكن داكشي اللي بيناتنا ولا لا 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 غيبقى في الحفظ والصون كانت واحد العشرة ديال سنتين تقاتلت معاكم من قلبي من جذور قلبي هذا هذه حقيقة ما يمكن ليناش ندرقو ما يمكن ليناش ندرقو عادي ما عنديش المشكل أنا كنعترف كنعترف عادي بانو حمارة تقول حنان بانوراما الله يخليك زعما عندك المصداقية إيه سعاد يعني سعاد برافو واقفة معاك كتعطيك الحقيقة كتعطيك الحقيقة حتى أنها كتقول لكم سمعوا الحقيقة من عند هذو كتكون نيت
هاي بعد اعترفت بالمصداقيه ديال حنان البانوراما، قالت لك على حنان البانوراما انك كنت كتقول الحقيقه. الحمد لله زيدي. ماشي ذنبي انا، لا انا غدا بالنيه. دابا هي خارجه كتقول لك، كنقول ليها انا فين هي المعلومات. انا معلومات الله يهديك، انا كنقول فين هما القنابل راه فاضحيني المتابعين. معلومات انا ما عند لا قالها خرجتي وقلتي بان غادي تكون الكلام شاد. خرجتي قلنا كاين قنابل، قلتي لنا كاين قنابل انا وابتسام نوفا، قلتي لنا الفضايح صافي. ما بقيتش صابره على المعلومات المغلوطه اللي كتعطى. دابا بغيت نعرف القنابل اللي قلتي لنا وعدتينا. الروبال الله يهديك، قلتي كاينه وتينا قنابل. القنابل راه باقي خازناهم، القنابل راه باقي صغيور. القنبله قالت لك حنان راه مصطيه، وانا القنبله كنقول لك لا، كدير لها السريعه البيض دو الدش يكبر القنابل وتعيش دو الدش. كتقول لها نيني يا قنابل يا نيني الى ما طاب عشانا، وبقى كتردعها. القنيبي لا باقي صغيره الروبه، لا صبري واحد 10 سنين اخرى من ما كبرت القنبوله. شكايه سميره، قولي واش كاينه شكايه؟ واش بصح ولا انت تطلعتي على الموجه؟ قالوا لنا كاينه شكايه اللي عندها علاقه بزين المحارم. بغيت نعرف صبري، بغيت نعرف صبري حد لا ما غنحكش الرابط، لا لا ما غنحكش الرابط. طلع ما كتكشفش لبعضياتهم. دابا كاين المواجهه ما بين البق. انا شوف ما نكذبش عليكم، سركم سركم هادشي اللي كيوقع عليكم سركم كثر. نتوما اللي قلبتوا على هادشي، وانتوما اللي غادي كطبلوا الباطل، وانتوما اللي فعلا الناس اللي قال سمعتك قلتي قبيله المحسنين طلبوا فلوسهم ومناوض الصداع. فعلا من حقهم، من حقهم نصبتوا عليهم. كتقولي ما عندهاش وهادي وسيده ما دايره والو، فين هما داك الفلوس؟ فين دارتهم؟ فين دارتهم؟ فين دارتهم؟ وبغيت نقول والله الا بشوفوا، بغيت نقول تكون تضامن مع المتابعين، ولكن مع المتابعين ديالنا اي، ولكن مع المتابعين ديال الاخرين ما نتضامنش معاهم. ما سمعت انها دعات في اصحاب القنوات السريعه، انا مش في ديك اللقطه اللي دعات في السريع، دعات في القنوات اللي معاها. يعني اش غنضامن معاهم انا اخوتي؟ تلقاهم كحلهم وانا كانوا متبعين دايرين في راسهم. عرفتوا على حقيقتها؟ شفتوا الوجه ديالها حقيقه كي داير؟ شفتوا الخبث ديالها كي داير هاد السيده؟ ملي كنقول لكم راه خبيثه، راه حقيره، راه ما كتسواش، راه ما عندهاش هادي شي واحد صديق ولا خو. اي راسي راسي وبعد الطوفان هادي راه بكل شيء ما تعقلش عليه من القدام. هادي راه بنتهم راه حمتاج، غتطحنكم نتوما والديا وما معندهاش معاهم، عطات تعقل عليكم نتوما. هادي راه مدوزه ومجا الوقا وشبعانه وعارفه شنو كاين وعارف بنت الوقت. كتلعبكم مجموعه ديال القنوات، كتلعبكم على صبع الصغير بكليمه كتخرجوا بدون دليل، وكتقولوا عندنا الادله وحنا قنوات مصداقيه. شو سعاد عمر شي حاجه قلناها وجيبوا ليا، جيبوا لي غير شي فيديو قلتو ما فيش داكشي ولا مجموعه من كنهضر. ملي كنهضر على راسي كنهضر على القنوات اللي معنا، يعني صفه عامه قنوات المجموعه اللي مع سعاد. عمر شي واحد فينا قال شي معلومه وما تصابتش كاينه. ونتحدى انكم تحطوا شي حاجه تقال في القنوات المصداقيه اللي معنا وما لقيتوش كاينه فعلا، لا من طرف سعاد ولا من طرف السريعه ولا حنا كنجيبوا المعلومات ديال السريعه وما كتجيبوهاش نتوما. الكواليس كتوصلنا حنا وانتم ما كتوصلكمش، حنا كنخرجوا الكواليس ثم ما عندكمش يصلكم والو، لا حصر لا والو. خدامين باش بالفضايح كتزيد تشوهكم، كتزيد تبهدلكم. كون كنتو غير كتحلوا الفيديوهات وتناقشوا ديال سعاد ولا الخرجات ديالنا ولا هادي، نقولوا اك انتما كتجيبوا مثلا مذكرات بحث حق زيدوا باش المتابعين كتزيدوا توهموا داك المتابع باش يزيد يميزي ويطلق اطلق طلق البين قال زيد ميزي زيد ميزي. فهمتوا؟ خاصنا نصف هذا النص الدم ديال المتابع في الاخر تقرب. ايوا الدم ديال المتابع اللي ضيع وقته ومضيع الكونيكسيون معاكم. انا ما كذبنا ما نصبنا ما دينا الفلوس للمتابعين، لا 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 ابدا. وباقي الحمد لله على كلمه حق. وسعاد لحد الان في اخباركم واحد القضيه، لحد الان اخوتي راه ما كاينش تنازل، واحتمال ما يكملش هذا التنازل بعد تقرب لي مقرب. لا راه شوفوا سبحان الله العظيم، كنقول لكم ما كيبقى قرب التنازل كتبقى شي كارثه. ديما 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 وربي كيبين الحق. الله ينصر الحق والله يقرب لها من عندي. انا كنقول مولات ماسك حطي الميكرو، حطي الميكرو اختي عاهز دير الميكرو، خلي بها تبقى مقرب لها. نيت لما كانش تقرب لها راه كيكون الملل كما قلت لها في واحد الفيديو كيكون ممل اليوتيوب. خليها تقرب وكنت تقرب بيناتهم هما، خلينا نشوفوا عاد داك الكواليس اللي كنا كنقولوا غيبداو يخرجوهم هما دابا، باش هذاك المتابع اللي عندهم يفيق يفيق واحد شويه يفكر. يقول هاد الدراري كيقولوا هاد القنوات راه قالوها ولا تحايبر علينا حنا كتولي ولا تحايبر. انا الهضره قلناها شحال هادي قلناها لكم، عاد شفتها باش شحال المده باش قلنا الهضره.
ان ما كاين لا شكايات لا والو، ان هادشي كذوب، ان المغالطات، ان هادي ما كايناش. وعاد خرجوا كيقولوا ضربوا بعضياتهم، مازال غتشوفوا مازال عاطي عاطي اخوتي، ما حدا دقائق ويزيد في البيض. المهم اخوتي تزور الفيديو، سمحوا لي طولت عليكم الفيديو اليوم، بغيتكم باش تسمعوا البق والماعز ونعطي التحليل ديالي تاعنا، وخلي الاراء ديالكم في التعاليق. تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله.